وللوقوف على بيان هيئة علماء المسلمين في العراق حول استهداف جامع دعاة الإسلام في منطقة الحرية في بغداد، معنا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. حياكم الله أستاذ معاذ. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ معاذ. يعني بداية، بماذا يفسر هذا التسابق المحموم بين قوى العملية السياسية وميليشياتها كما جرى مع مسجد دعاة الإسلام؟ بسم الله والحمد لله. في البداية تحية لك في الكريم وتحية لقناة الرافدين ومشاهديها الفضلاء. سيدي، تحدثنا في التصريح الصحفي لقسم الإعلام في الهيئة عن حالة الاستعلاء السياسي لثوبه الطائفي. هذه الحالة التي باتت سمة طاغية على المشهد العراقي ظهر فيها الكثير من الحقائق التي ربما كانت مغيبة عن منصات النظر والتحليل. إذا عدنا إلى بدايات المرحلة الحالية، نجد أن حكومة الإطار التنسيقي تشكلت رغما عن كل شركائها في العملية السياسية، أحزابها والقوى التي شكلتها لم تحقق ما يسمونه فوزا في انتخاباتهم، لكنها رغم ذلك منحت لتتولى قوى التنسيقكم لا تاسعة. صحيح أن تشكيل هذه الحكومة لم يخرج عن سياق المحافظة، وما رسم في هذا المساق لا يعد حالة شاذة عن الحكومات السابقة في جسم العملية السياسية ككل، لكن المشكلة أخذت منحا جديدا داخل الحصة نفسها، وهذا ولد داخل المنظومة مستوى آخر من التنافس والصراع على المكاسب. إذا أردنا أن ننظر بدقة أكثر إلى هذا النوع من الصراع، نجد أن له اتجاهان. الاتجاه الأول يتعلق بموسم الانتخابات وما تحتاجه أحزاب السلطة من تحشيد وتجييش وتملق للحواضن الجماهيرية ومحاولة استقطاب شعبي أو استمالة الناس عودة عن خيار المقاطعة الذي اتخذه غالبية العراقيين. نجد أن هذا المسلك مهم بالنسبة لأحزاب السلطة، هي تجعله سلاحا، تظن أنه أكثر تأثيرا في الشارع العراقي، ولن تجد مثل التهيج الطائفي ليكون الرصاصة التي تستخدم في هذا السلاح. وجزء من هذا يتحقق باستهداف المقدسات من المساجد أو رموز الأمة الإسلامية، ويتحقق أكثر حينما يتم إيقاف فتيل الفتن في المناطق ذات الخليط الاجتماعي المتعدد في طائفه وأعراقه. الاتجاه الآخر لهذا التنافس أو لهذا الصراع يتعلق بتسقيط الشركاء السياسيين ولا سيما السنة منهم، إما بإشغالهم بخلافات داخلية كما هو حاصل الآن ولا تخفى فضائحه على أحد، أو باستعالة أزمة معينة إما بسلب حق أو انتهاك مقدس أو استيلاء على مسجد وما إلى ذلك، بحيث يوضع هؤلاء السياسيون تحت ضغط الجماهير. وحين يتحرك بعضهم وخاصة في موسم الانتخابات استغلالا للموقف وطمعا في الظهور على أن صاحب التحرك أو الموقف هو القائد المخلص، حينما يحصل هذا تتم تسوية الأزمة ظاهريا مع بعض الخداع الإعلامي لتظهر المشكلة وكأنها حلت والأزمة على أنها انتهت، لكن في الحقيقة غير ذلك. كل ما في الأمر أن الشركاء الكبار يريدون أن يضعوا دينا في رقاب شركائهم الصغار ليقولوا لهم نحن تجاوبنا معكم في هذه الأزمة وحللناها لكم، والآن عليكم أن تلبوا طالبنا ردا لهذا الجميل. فتجد أن القوم يعودون أسارى لإرادات أحزاب السلطة ولا يستطيعون تجاوز الخطوط التي أزيحوا خلفها. نعم، يعني لماذا لا نرى موقفا صلبا لديوان الوقف السني أو السياسيين السنة بالتحديد من هذا الاستهداف الممنهج للمساجد السنية والاستيلاء عليها أيضا؟ الحقيقة تصريحنا كان واضحا في مقصده ودلالته، بأن الرضا بمنظومة العملية السياسية خطيئة شرعية وتاريخية وأخلاقية، لأن القبول بمحددات العملية السياسية ونظريتها في المحافظة وأكاذيبها بشأن الأكثرية والأقلية، القبول بذلك يعني أن يكون السنة في مستوى ثانوي بل أدنى من الثانوي، وفي بعض الأحيان لا يجدون لهم مكانا في الهامش، فأي بعقل يقبل بذلك؟ هذا الأمر مشخص في الواقع على مدى 20 سنة خلت، وأدلته كثيرة لا تخفى على أحد، وهو بكل بساطة متضمن في السؤال الذي يستطيع كل عراقي أن يجيب عنه: ما الذي أنجزه السياسيون السنة طوال هذه المدة؟ وما هي الوعود التي حققوها من سلسلة الوعود التي طرحوها تبريرا لمشاركتهم في العملية السياسية؟ لا شيء يذكر.
الحق أن السياسيين السنة سواء بأشخاصهم أو أحزابهم هم الحلقة الأضعف بين شركاء العملية السياسية، لأن منظومة المحاصصة التي قبلوا بها اختارت لهم ذلك وفرضته عليهم. بالطبع هذا نقوله إذا أردنا أن نكون مجاملين في التوصيف، وإلا في الحقيقة هم في الظروف الحالية ليسوا أكثر من تبع لإرادتهم يسمونهم شركائهم. لهذا تكون اللائمة عليهم شديدة اللهجة، لأنهم انخرطوا في هذا الأمر وعلى وفق هذا النمط بإرادتهم وبتجاهل التحذيرات والنصائح التي قدمت لهم. تجاهلوا وسخروا من استشرافات مآلات الأوضاع وقراءة المشهد العراقي التي وضعت أمامهم منذ وقت مبكر جدا، حتى اليوم وجدوا أنفسهم لا يملكون من أمر السياسة شيئا إلا مجرد تصريحات عابرة أو بيانات ذات عاطفة، وفي بعض الأحيان يلجؤون إلى رداء الطائفية وعباءة المظلومية بغية استثارة الشارع السني ومحاولة الحصول على مكسب جماهيري. فمن أين يأتون بموقف صلب وهم يقفون على أرض رخوة كهذه؟ نعم، يعني تحدثت أستاذ معاذ عن أن الموضوع استهداف المساجد له علاقة لربما بموضوع انتخابات مجالس المحافظات، ولكن هل تتوقع أن تتوسع وتتصاعد الحملة الميليشياوية ضد المساجد السنية كلما اقتربنا من موعد انتخابات مجالس المحافظات؟ نعم، إذا نظرنا من زاوية أحزاب السلطة وميليشياتها فهذه غايتها وأهدافها لا تتحقق إلا بالتصعيد، وخاصة عندما تكون هناك محطات للمكاسب السياسية ومن هذه المحطات الانتخابات. تم الصراع بين السياسيين فيما بينهم بشأن قانون الانتخابات والمعترك فيه كبير جدا، وتقريركم في النشرات الإخبارية كان واضحا، سلط كثيرا من الأضواء على ما يجري بين هذه الأحزاب من خلافات وصدامات. المشكلة عندنا في العراق أن العادة جرت أن يتحول الصراع السياسي إلى الشارع العراقي بحيث يدفع العراقيون ثمن خلافات السياسيين. ومثلما يعني أسلفت لك قبل قليل، اتجاهات الصراع بين الأطراف السياسية تستعر في موسم الانتخابات ما بين تنافس بين قوى وأحزاب الحصة الواحدة من جهة، أو ما بين الشركاء من جهة أخرى، إما تسقيطا أو إزاحة أو بنوع من الضغط الشديد لجلب طرف ودفع آخر. المشهد العراقي من وجهة نظر السياسيين وأحزابهم وكتلهم بحاجة إلى المزيد من الشحن الطائفي، خاصة بعدما أدرك العراقيون أن مقاطعة الانتخابات سلاح قوي له تأثيره تجاه العملية السياسية، له دوره في التهيئة للعمل على التخلص من واقع العراقيين الشاذ المتابع لاستطلاعات الرأي وتوقعات الأحداث، يرصد عزم العراقيين على مقاطعة تامة لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة. هذا كله تنظر إليه أحزاب السلطة وميليشياتها بعين الاعتبار، فحتى لا يسقط في أيديها تعود لتلعب دور المؤجج للفوضى والطائفية، وكأنها تحاول أن تجعل خيارات العراقيين محصورة في العملية السياسية. لكن ثقتنا كبيرة بأن العراقيين على وعي تام، والمسؤولية الشرعية والتاريخية تحدوهم إلى اتخاذ الموقف الصحيح تجاه العملية السياسية. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري.